مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من نبض الكرازة وحصاد لأهم ما شهدته الكنيسة القبطية داخل مصر وخارجها من أحداث هذا الأسبوع. مشاهدينا، نبدأ حلقتنا معكم بأهم العناوين. تدشين كنيسة القديسين الأنبا موسى والأنبا إيثيدوروس بأخميم. النهضة السنوية للشهيد العظيم أبي سيفين بنقادة. والأنبا أرساني يفتتح جداريات للموزايك بكنيسة العذراء مريم بهولندا. عقد قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء يوم الأربعاء الموافق الرابع من ديسمبر الجاري اللقاء الأسبوعي لقداسته بكنيسة القديسة العذراء مريم والقديس الأمبرويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية. وجاءت عظة قداسة البابا تحت عنوان التسبيح بهجة الكنيسة. أقيمت يوم الاثنين الثاني من ديسمبر الجاري بكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالقوصية صلوات تجنيس كل من السيدة سميرة صبحي حنة والطفلين كارا شنودة زكريا وتوماس شنودة عياد الذين رقدوا في الرب بدير القديس أفافيني بملاوي إثر سقوط الحائط الغربي بسور الكنيسة الأثرية للدير عليهم. شارك في الصلوات أصحاب النيافة الأحبار الأجلاء الأنبا ديمتريوس أسقف ملاوي وأنصنا الأشمونيين ورئيس دير القديس أفافيني الأنبا توماس أسقف القصية ومير والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير القديس العذراء مريم المحرق. كما شارك عدد من الآباء كهنة إيباراشيتي ملاوي والقصية ومن رهبان الدير المحرق ودير القديس أفافيني وعدد كبير من شعب الكنيسة. ومن ناحية أخرى، تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا حالة المصابين في حادث انهيار السور المحيط بالكنيسة الأثرية بدير أبي فانا بمركز ملوي، حيث اطمأن على الخدمات والرعاية الطبية المقدمة لهم بمستشفى ملوي العام. كما وجه مسؤول الصحة بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية المتكاملة للمصابين لحين تحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء. وكان محافظ المنيا قد تفقد موقع انهيار السور المحيط بالكنيسة الأثرية بدير أبو فانا موجها كافة الأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة الموقف والوقوف على أسباب انهيار السور. احتفلت إيباراشية منفلوط وتوابعها يوم السبت 30 نوفمبر الماضي بصيامة 3 كهنة جدد للخدمة بالإيباراشية، حيث صلى صاحب النيافة الأنبا ثاوفيلس أسقف الإيباراشية والأنبا بيجول أسقف ورئيس دير القديس العذراء المحرق القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمنفلوط. وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات صيامة الكهنة الجدد. شارك في صلوات القداس الأباء الكهنة وعدد كبير من شعب الكنيسة. صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا أندراوس مطران أبو تيج والصدفة والغنايم القداس الإلهي يوم الأحد الموافق الأول من ديسمبر الجاري بكنيسة الشهيد العظيم مرقس الرسول بأبو تيج. وعقب صلاة الصلح تمم صلوات صيامة 3 شمامسة في درجة القسيسية. شارك في صلوات القداس عدد من الأباء كهنة الإيباراشية وعدد كبير من شعب الكنيسة. صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها القداس الإلهي يوم الجمعة 29 نوفمبر الماضي، حيث قام خلال الصلاة بصيامة 2 من خدام الإيباراشية في درجة القسيسية، وهما الشماس أمجد صالح باسم القس تدرس كاهنا على كنيسة القديسة العذراء مريم وماري بولس الرسول بقرية قلمة، والشماس ميلاد مكين كاهنا باسم القس بشوي على كنيستي القديسة العذراء مريم بقرية المنيرة والمريمات بقرية الحوالة.
احتفلت إيبارشية أسوان وتوابعها يوم الأحد الأول من ديسمبر الجاري بصيامة كاهنين جديدين للخدمة بالإيبارشية، حيث صلى صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا هدرا مطران الإيبارشية والأنبا يوقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت القداس الإلهي بكنيسة الشهيد العظيم أرجرجس المحطة بكومومبو. وعقب صلاة الصلح أقيمت صلوات صيامة الكاهنين الجديدين وهما القس متى مراد كاهنا على كنيسة رئيس الملائكة الجليل مخائيل بقرية بنبان، والقس بيشوي حنا كاهنا على كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس المحطة بكومومبو. شارك في صلوات القداس عدد من الآباء الكهنة وشعب الكنيسة. دشنا نيافة الحبر الجليل الأنبا بسادة مطران أخميم وسقلتا يوم الأربعاء الرابع من ديسمبر الجاري كنيسة 24 قسيسا والقديس القوي الأنبا موسى الأسود والقديس الأنبا إيسيدوروس القس بأخميم التابعة للإيبارشية. وبدأت صلوات التدشين ثم القداس الإلهي وسط مشاركة شعبية كبيرة. نتابع. النهاردة شرفنا وباركنا نيافة الحبر الجليل الأنبا بسادة مطران كورس أخميم وسقلتا قام بتدشين كنيسة 24 قسيسا الغير جزدانيين والقول القديس الأنبا موسى والقديس الأنبا إيسيدوروس. الكنيسة دي فكرتها أن كان هنا سطوح في الدور الرابع، فقلنا نستغله نعمل كنيسة تبقى يعني من القرون الأولى، حاجة فكرة أثرية سواء أيقونات أو مباني أو أدوات مسبح، وتبقى جواها أثري كده، جو جميل. النهاردة عشان 24 هاتور سيدنا سمى الهيكل المسبح باسم ال 24 قسيسا غير الجسدين في عيدهم، وكمان احنا بنحب القول القديس الأنبا موسى والأنبا إيسيدوروس، وعيدهم بيبقوا هما الاثنين مع بعض يوم 1/7. وانتوا عارفين الأنبا موسى ده قديس التوبة وقد ايه سيرته كانت عجيبة جدا، فعشان كده حبينا نسمي الكنيسة باسمهم وناخد بركتهم، ويبقى مكان حلو نصلي فيه قداسات، ويبقى مكان وسع، يبقى فيه مدرسة شمامسة هنا، ويبقى فيه مدارس الأحد، وربنا يعمر ويبارك في كل مكان. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ونبتهج به. بنحتفل النهارده بتكريس مذبح القديس الأنبا موسى القوي، الأنبا إيسيدوروس وال24 قسيسا الغير متجسدين. طراز معماري فريد عمله لي أبونا القمص إسحاق وأبونا القس يوساب، شيء أكثر من رائع، كأننا موجودين على السماء وإحنا في الأرض. مبنى على الطراز القبط القديم، ربنا يعوض كل اللي تعب فيه إتمام هذا العمل ويبارك لأجل اسم القدوس. كل تحياتنا وشكرنا لسيدنا الأنبا بسادة مطراننا المحبوب وجميع الأباء الكهنة اللي شرفونا النهاردة. كل سنة وحضراتكم طيبين وتعيشوا وتعمروا يا أبائي. شكرا. واستمتعنا بتدشين مذبح القديس الأنبا موسى الأسود والقديس إيسيدوروس والأربع وعشرين قسيسا، وخدنا بركة سيدنا حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بسادة في هذا اليوم. كان يوم رائع وكان يوم جميل ومفرح، والحقيقة أنه هذه الكنيسة يعني معمولة بالطبع الأسري الرائع الجميل وبالفن القبطي الأصيل. طبعا أبونا الحبيب أبونا يوساب بذل فيها مجهود رائع وجميل يشكر عليه، وإحنا بنهني أبونا الحبيب القمص إسحاق قمص إبراهيم، وبنهني ابنه أبونا يوساب على هذا العمل الرائع وهذا المجهود الكبير الذي بذل في هذا المكان. الكنيسة جميلة، ودي أول كنيسة في الصهاجة على اسم الأنبا موسى، وحاجة حلوة أنها الكنيسة واخدة الطبع الأسري، وتعب فيها أبونا يوساب وكل الخدام، وربنا يكمل عمله فيها. بجد بيبقى يوم مفرح جدا لما يضاف مذبح حلو بترفع عليه صلوات لكل الشعب المسيحي. ربنا دايما كده يبارك في خدمة سيدنا وفي قدس أبونا إسحاق قدس أبونا يوساب، وربنا يديهم دايما نعمة وبركة أنهم دايما يصلوا عننا وعن شعبهم. طبعا احنا بنشكر ربنا كتير أن النهاردة ربنا ادانا نعمة حلوة كبيرة جدا جدا، كنيسة الأنبا موسى والأنبا إيسيدوروس، وسيدنا فوجئنا النهاردة برضو بأنها مناسبة لسنكسار النهاردة اللي هو تذكار ال 24 قسيس الغير الجسدانيين، فبرضو من ضمن الأسامي سماها النهاردة. الكنيسة دي طبعا تعتبر أثرية جدا أو بطابع أثري. We'll be right back.
صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات يوم الجمعة الموافقة 29 من نوفمبر الماضي قداس عيد الشهيد العظيم ريمين العجائبي بكنيسته بواحة الفرفرة. خلال القداس تمم نيافته طقس رسامة 35 شماسا للخدمة بقرى الفرفرة في رتبة إبسلطس. صلى نيافة الحبر الجليل الأنبا إكليماندوس الأسقف العام لعزبة الهجانة والماضة وزهراء مدينة نصر القداس الإلهي بكنيسة القديسة العذراء مريم والشهيد العظيم أرمين العجائبي بشرق مدينة نصر، وذلك يوم الأحد الأول من ديسمبر الجاري. خلال القداس قام نيافته برسامة 22 شماسا في رتبة إبسلطس من أبناء السودانيين المقيمين بمدينة نصر بحضور عدد من الأباء كهنة الكنيسة. شاركت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الخميس 28 من نوفمبر الماضي في اللقاء الذي نظمته جامعة الدول العربية بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وكلف قداسة البابا تودروس الثاني الحبر الجليل الأنبا إكليماندوس الأسقف العام لعزبة الهجانة والماضة وزهراء مدينة نصر بالمشاركة في اللقاء، والذي قال في كلمته إن التضامن الحقيقي مع القضية الفلسطينية هو العمل على إيجاد حل نهائي يوفر للشعب الفلسطيني عيشا كريما في أرضه وتحت سيادته. فهناك مسؤولية على العالم كله لإيجاد حل للقضية الفلسطينية والعمل على تفعيل قرارات الأمم المتحدة لإمكانية العيش المشترك وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني مع الحياة الكريمة. وأضاف أن الكنيسة ترفع الصلوات كل يوم من أجل أن يسود السلام في العالم أجمع وبخاصة جيراننا في الشرق الأوسط ولكي تصير القدس واحة للسلام. تحت رعاية صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوس احتفل دير الشهيدين ماري بقطر وأبي سيفين بحجاز إبلي التابعة لإباراشية قوس ونقادة بالنهضة السنوية بمناسبة عيد استشهاد الشهيد العظيم أبي سيفين وتكريس كنيسة ماري بقطر بحجاز إبلي. هذا وتم تطيب رفات الشهيد أبي سيفين والدورة بالرفات بالألحان الكنسية والتمجيد وسط فرحة الشعب. نتابع. احنا هنا في دير الشهيد ماري بقطر بقريه حجازه التابعه لبرشيه قوس ونجاده، واخدت بركه العشيه في عيد استشهاد الشهيد ماري قريوس ابو سيفين. بركته وشفاعته تكون معانا كلنا. الشهيد ماري قريوس من الشهداء المشهورين والمحبوبين عندنا كلنا في مصر، وسيرته عطره جدا ومحبوب من كل الناس، وفي كنائس كتير واديره باسمه، و المكان هنا على اسم الشهيد ماري بقطر، وبيحتفلوا بالشهيد أبو سيفين لأن في مذبح بنفس المكان. الشهيد أبو سيفين من الشهداء الكنيسة المحبوبين والمشهورين، على الرغم أنه مش مصري الجنسية، لكن من الشهداء المحبوبين وقريبين من قلوبنا، شفاعته تكون معانا. عندنا دير باسم ماري بقطر أبو سيفين، وده دير من القرن الرابع الميلادي. في هذه الليلة المباركة نهنئ كل الشعب على كفته بكل سنة طيبين، ربنا يبارك في حياتكم، متمثلين بشهداء الدير وكل قديس كنيستنا على الجهاد الوفير والمستميت حتى الموت، حتى ضحوا بكل المقتنيات، ضحوا بكل الرتب وكل الإغراءات اتحطت تحت تصرفهم، لكن داسوا عليها وداسوا على العسل بتاع العالم عشان يستمتعوا بالأبدية السعيدة. استقبلت كنيسة القديسة العذراء مريم بحي الأربعين بالسويس يوم السبت الموافق 30 من نوفمبر الماضي رفات الشهيد القديس سمعان الأخميمي ليكون بركة كبيرة لشعب الكنيسة، حيث ترأس الصلاة نيافة الحبر الجليل الأنبا بيم وأسقف السويس بمشاركة عدد من الأباء كهنة الإباراشية، وقاموا بدورة رفات الشهيد القديس سمعان الأخميمي بالألحان القبطية وسط فرحة شعب الكنيسة بانضمام رفات الشهيد إلى كنيسة
كنيستهم ووضعه في الأنبوبة الخاصة به وسط فرحة الجميع. احتفلت كنيسة الشهيد العظيم مرجرجس والفرقة الطيبية بقرية جراجوس التابعة لمركز قوس محافظة قنا يوم الاثنين الثاني من ديسمبر الجاري بعشية العيد العشرين لإحضار رفات القديسة فيرينا، وتم تطيب رفاتها مع القديسين الشهيد موريس والشهيدين فيكتور وأرسوس وأيضا الشهيد العظيم مرجرجس الروماني، والدورة بالألحان الكنسية والتمجيد نتابع. أقوم بالنوتو من سوتيريسوس في خريستوس جي أفرسك بادين يكون في أرغوي سنيرون أفشوك تنيرون أفتيا سويرون أفتي توتين بنتين شاري أطاين أوصاي إن صوفون ماري تيرفو غوصي فارير وخن بايسو هفاي لمنا تيرون جبيبا دكراتور شاي سبن نوتي بروك للكنيسة على المباني. إن شاء الله نيجي السنة الجاية كده وتكون كنيسة كبيرة كده. ربنا عمل عمل كبير جدا هنا أنا شايفه، يعني ربنا يكمل عمله بصلوات حضرة صاحب النيافة الأنبا بيمن. أحب أهنئكم وكل سنة وحضراتكم بخير بمناسبة العيد العشرين لإحضار رفات القديسة فيرينا إلى موطنها الأصلي بجراجوس. كلنا بنحتفل وكلنا فرحانين بالعيد العشرين ليها. بنشكر سيدنا صاحب الحبر الجليل نيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن اللي في سنة 1999 أحضر لنا أول جزء من رفات قديسة فيرينا. طبعا مناسبة سعيدة على الكنيسة وعلى الشعب المسيحي وعلى الأباء الكهنة وعلى الخدام. كلنا فرحانين ببركة القديسة فيرينا الفتاة اللي شرفت مصر في بلاد الغرب واللي قدمت نموذج حي للفتاة المسيحية المتمسكة بتعاليم الدين والمتمسكة بالمبادئ الروحية والمتمسكة بمبادئ العفة والنظافة واللي أثرت في شعوب كثيرة من بلاد الغرب. نظم مجمع كهنة كنائس وسط القاهرة مؤتمرهم 31 وذلك ببيت ماريلاند للمؤتمرات بمدينة الشروق في الفترة من 26 وحتى 28 من نوفمبر الماضي، حضره كهنة القطاع وزوجاتهم. جاء المؤتمر هذا العام بعنوان الكاهن والليتورجية، حيث ألقى المحاضرة نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل الأسقف العام لكنائس وسط القاهرة وعدد من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين في علوم الليتورجية. نظم مجمع كهنة باراشية المنيا وأبو قرقاس مؤتمرهم النصف سنوي والذي أقيم في الفترة من 25 وحتى 28 من نوفمبر الماضي تحت عنوان بدع حديثة. حاضر في المؤتمر أصحاب النيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام للإباراشية، الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس الشرق الإسكندرية. ناقش المؤتمر عددا من الموضوعات منها الكتاب المقدس والوحي وكيف قاومت الكنيسة الهرطقات عن طريق النصوص الليتورجية وغيرها من الموضوعات. شارك نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة يوم السبت الموافق 30 من نوفمبر الماضي في كرنفال حضانة ملائكة مفرح القلوب تحت عنوان أنا متميز، وذلك بحضور أكثر من 100 طفل بنادي كنيسة القديسة العذراء مريم بالفجالة نتابع. برعاية وحضور نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة أقامت حضانة ملائكة مفرح القلوب التي تخضع لرعايته وإشرافه كرنفال تحت عنوان أنا متميز، الذي حضره أكثر من 100 طفل وذلك بنادي كنيسة القديسة العذراء مريم بالفجالة. وطبعا الحضانة دي موجودة في منطقة الظاهر بتخدم أطفال وسط القاهرة. بنشكر الله أن هي قايمة بدور حلو قوي في
تجهيز الأطفال للمدارس، يعني هم بياخدوا من أول سن يعني الرضع لغاية قبل دخول المدرسة، يعلموهم ألحان وترانيم وإتيكيت، وبيتعلموا لغات وبيتعلموا حاجات مهارات يدوية وحاجات جميلة. في الحقيقة ببقى فرحان بيهم لما بزورهم وأصلي معهم القداس. وطبعا الكرنفال ده متعودين بيعملوه مرة أو مرتين في السنة، يفرحوا الأطفال طول النهار بيلعبوا خلال الألعاب، بيقدموا لهم دروس حلوة. وزي ما حضرتك قلت أن الكرنفال النهاردة عنوانه أنا متميز. من المهم أن الطفل يثق في نفسه. طبعا أنا متميز ممكن الناس تقول إيه ده، يا كبرياء. بالنسبة للطفل كويس أن احنا نخليه يبقى فخور بنفسه ويبقى واثق من ذاته، وبعد كده لما بيكبر بنبتدي نعلمه أنه يبقى متواضع يعني. وطبيعة الحياة هي بتهذب الإنسان مع الصعوبات اللي بتقابله بعد كده. أنا متميز، إحنا فعلا كلنا متميزين لأن إحنا أولاد رب المجد يسوع. تميزنا في أن إحنا أولاده، في أن إحنا فينا روح القدس، في أن إحنا فينا نعم كتير جدا، فينا أسرار الكنيسة، فينا حاجات حلوة قوي. كمان عندنا قصة من الكتاب المقدس خدناها اللي هي صموئيل، شفنا طفل متميز جدا في الكتاب المقدس، فبرضك الأولاد هم بنفسهم بيمثلوها النهاردة. الغرض اليوم كله ان انا اوصل للطفل ان انت متميز، ان انت حد مش عادي، انت ابن يسوع، انت متميز في اخلاقك، في سلوكك، في كل حاجه بتديها للعالم كله، بتبشر باسم يسوع لانك انت متميز، انت ابن الملك، انت مش اي حد. حاله من السعاده والفرح شهدها الكرنفال الذي احتوى على العاب وفقرات متنوعه وهادفه، حازت على اعجاب هؤلاء الاطفال الملائكه ورسمت البهجه على وجوههم، منها تلوين وأشغال يدوية وألعاب جماعية مهدفة. أنا متميز لأني أنا ابن الملك، أنا ابن يسوع، فلازم أبقى متميز. هو ميزني في كل شيء، ميزني أنه سماني على اسمه، سماني ابنه. أنا متميز لأني أنا يسوع ناداني باسمي زي ما نادى صموئيل النبي، زي ما هنسمع في القصة النهاردة. النهاردة عملي لهم فقرات كتيرة قوي، ألعاب كلها فيها برضو مهارات، فيها أن احنا نفكر كتير قوي، فيها أن احنا نلعب ونتبسط، بس بهدف حلو، بهدف سامي، أن احنا كمان نكون متشاركين مع بعض قوي، متعاونين، نحب بعض قوي، نعلم ولادنا إزاي كل حاجة مع بعض. ما ينفعش الطفل يبقى أناني، حتى لو طفل وحيد في العيلة أو في الأسرة لازم برضو نعلمه نشارك أصحابه في كل حاجة. أنا مبسوطة بالكرنفال النهاردة، بحب القطنة بتاعت الدنيا، مفرح القلوب، هي حضرتنا فيها بتعلم كل حياتنا، صلاة وإنجيل، أرحام وكيستنا، وكمان بركة وكون سيدنا، وكمان بركة وكون سيدنا. دور روحي وتربوي واجتماعي تقوم به حضارة مفرح القلوب التابعة للحبر الجليل الأنبا رافائيل تجاه هؤلاء الأطفال لتخريج أجيال تكون ملح للأرض ونور للعالم. أنا متميز، كارنفال مميز تنظمه حضانة مفرح القلوب التابعة لنيافة الحبر الجليل الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس وسط القاهرة، التي يريد منها أن تكون مصنع للقديسين، تعلم هؤلاء الأطفال الإيمان المستقيم، وأن يكونوا مميزين واثقين في أنفسهم، محبين ومتقبلين الغير، ليصبحوا مفيدين للكنيسة وللوطن وللعالم. كامل يوسف، سي تي في. نظمت عدد من كنائس شبرا الخيمة يوم السبت 23 نوفمبر الجاري كرنفالا مجمعا بعنوان انت تقدر، لكل الخادمات والخدام الذين يخدمون ذوي القدرات الخاصة وذويهم داخل نطاق إباراشية شبرا الخيمة، لمساعدة أصحاب القدرات الخاصة على التواصل بشكل أكبر مع المجتمع، وذلك بكنيسة القديسة العذراء مريم والقديس الأنبا شنودة رئيس المتوحدين بمدينة السلام. نتابع. تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، نظمت كنيسة الشهيد العفيف دميانا كرنفال انت تقدر الثالث لذوي الإعاقة بكنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا شنودة بمدينة السلام، وبمشاركة عدد كبير من كنائس شبرا الخيمة. احنا في كرنفال انت تقدر ثلاثة، كرنفال انت تقدر ثلاثة من العنوان بتاعه انت تقدر، هو لذوي الاحتياجات الخاصة او لذوي القدرات الخاصة. احنا عايزين نعرف المجتمع ان ولادنا دول يقدروا،
يقدروا على حاجات كتير قوي، يقدروا ان هم يبقوا موجودين، يقدروا يدوا في المجتمع، يقدروا يشاركوا في المجتمع، يقدروا يبنوا المجتمع. كمان هم عليهم واجبات يقدروا يقوموا بيها في المجتمع. ده بالنسبة لذوي الاحتياجات. بالنسبة للمجتمع نفسه، لو ان انت تقدر تحتوي الاشخاص دول وتخليهم اشخاص فعالين في المجتمع لو انت خدت بالك من قدراتهم وامكانياتهم. عشان كده بنقدم برامج كتيرة وبنقدم فقرات كتيرة في اليوم بتبين قدرات الولاد بتوعنا، ان هم يقدروا يلعبوا، يقدروا يمثلوا، يقدروا يرسموا، يقدروا يعملوا حاجات كتيرة قوي قوي قوي. لو هم اندمجوا في المجتمع هيبقوا اشخاص صالحين، مش هيبقوا عبء على المجتمع، ولكن بالعكس هيبقوا اشخاص فعالين في المجتمع، يقدروا يتفاعلوا معاه، يقدروا يؤدوا واجباتهم، ويقدروا يعملوا وياخدوا حقوقهم اللي هي مطلوبة في المجتمع. انا بخدم ذو قدرات خاصة كنيسة العذراء، واحنا عددنا تقريبا 50 مخدوم. النهارده كرنفال في الكنيسة زي ما انتم شايفين كده. النهارده اليوم جميل جدا، مفيد جدا، زي ما انت شايف ان في فقرات النهارده بتتكلم عن ممنوع اللمس، اللمسات الحلوه او الوحشه، ودي احنا كنا كمان بنعملها في كنيستنا، فدي كانت حاجه مهمه جدا. منها طبعا ورش العمل. ورش العمل دي حاجه مفيده جدا للاولاد، لانهم بيبداوا يعرفوا يتعاملوا ازاي، يعملوا حاجه بايديهم، لان دي حاجه مهمه قوي. ممكن اتكلم عن تجربه شخصيه. انا عملت استئصال في المعده وكنت تعبانه جدا، الولاد حسوا قبل ما انا اتعب، ودايما بيصلوا لنا. انا اليوم اللي بنزل في الخدمه امام الله مش باخد مسكن، ببقى مبسوطه جدا، ببقى مرتاحه نفسيا جدا، وهم سبب البركه في بيتي وفي حياتي وفي كل مكان في الكنيسه، وصلواتهم دايما ربنا بيقبلها وبيسمر في الخدمه 30 و60 و100 في كل وقت. شارك في الكرنفال اكثر من 1000 شخص من الخدام وذوي الإعاقة والقائمين على تنظيم اليوم، وقدم لهم مجموعة كبيرة من الأنشطة المتنوعة كالسكتشات والفقرات الاستعراضية والرسم والتلوين والتصوير، إضافة إلى فقرات توعوية لحماية أجسادهم. أنا بقدم فقرة ورشة العمل. ورشة العمل بندي لهم نظارة بيحاولوا يلبسوها عشان ينبسطوا، وفي نفس الوقت بعد ما بنخلص النظارات عشان ما ينزهقوش مننا بنحاول ان احنا نبسطهم بالترانيم، وهما بيحبوا جدا ويبقوا مبسوطين جدا بالترانيم، بالذات الاطفال دولت يعني بيحبوا جدا وقت اللي هو الهيصه، تقول لهم ان ربي يسوع بيحبني بالترانيم الجميله، يسوع زي السكر، تنطط معاهم، يحسوا ان هما حابينك وانت بتحبهم. ده اكتر وقت بيكونوا بيحبينك فيه. يعني احنا بجد احنا اي حاجه تفرح ولادنا بنحب نشاركهم فيها. اول ما عرفنا ان في مطرانين شبر الخيمة هتعمل كرنفال، فحبينا طبعا بالاتصالات وكده، واتفقنا معاهم ان النهارده هيكون يوم 23/11، فحاجه تفرح ولادنا، فاحنا ما نقدرش نقف في حاجه زي كده طبعا، لان الخدمه كلها بركه بصراحه. يعني بالامانه كرنفال جميل جدا واتمتعنا جدا جدا، وانا معايا ولدين ذوي قدرات خاصه، واول مره نيجي فعلا الكاتدرائيه هنا، والنهارده بجد بجد يوم مميز جدا، ويوم كلنا استمتعنا وكان يوم جميل جدا، وكلنا فرحانين، وزي ما جينا فرحانين هنمشي برده فرحانين. اولادنا اتبسطوا جدا واتمرجحنا، وكان في رسومات وكان في حاجة كتيرة، وربنا يعوض تعب محبة كل اللي بجد خدم النهاردة وكل اللي بجد شارك في المهرجان النهاردة. ربنا بجد هيعوضه كتير كتير كتير، إنه فرح أولاد كتير. يقام هذا الكرنفال للمرة الثالثة، ويعمل على بث الروح الإيجابية والتفاؤل لدى المشاركين الذين تحدوا الصعاب وتميزوا، كما يعد فرصة للتواصل بين كافة خدام هذه الفئة وبعضهم البعض، ما يساعد على نمو الخدمة. خدمة ذوي القدرات الخاصة من الخدمات المشهورة جدا في كنيستنا القبطية الأرثوذكسية. مفيش كنيسة في مصر إلا فيها خدمة لذوي القدرات الخاصة. أنت تقدر كرنفال النهاردة بعنوان أنت تقدر. أنت تقدر تتحدى الظروف، أنت تقدر تعمل حاجات كتير جدا. مجموعة من كنائس شبرا الخيمة اتجمعت النهاردة وعملت كرنفال كبير بتعلم فيه ولادنا من ذوي القدرات الخاصة حاجات كتير جدا، إزاي يعتمدوا على نفسهم، إزاي يعرفوا نفسهم، إزاي يحافظوا على جسمهم، وحاجات كتير تانية. من كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا شنودة رئيس المتوحدين بمدينة السلام، فريد إدوار، سي تي في. استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا أبولو أسقف جنوب سيناء يوم الأحد الأول من ديسمبر الجاري اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء والوفد المرافق له. خلال اللقاء رحب نيافته بالحضور مقدما التهنئة إلى اللواء خالد فودة على منصبه الجديد كمحافظ لجنوب سيناء.
هذا وقام المحافظ ونيافة الأنبا أبولو بتكريم 6 من البراعم الحاصلين على بطولة الجمهورية في الجمباز، وذلك بحضور عدد من الأباء الكهنة والرهبان وعائلات الأطفال المتفوقين في بطولة الجمهورية والحاصلين على الميداليات. رقد في الرب يوم الجمعة الموافق 29 من نوفمبر الماضي القس سمعان شنودة كاهن كنيسة رئيس الملائكة جليل ميخائيل والقديس الأنبا إبراهام بقرية كومومبو التابعة لإبراشية البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ووكيل كلية القديس أثناسيوس الإكليريكية ومعهدي الألحان والكتاب بدمنهور عن عمر تجاوز 53 سنة بعد خدمة كهنوتية جاوزت 16 عام. وترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا بخوميوس مطران الإبراشية صلاة القداس الإلهي يوم السبت 30 من نوفمبر الماضي بحضور جسد المتنيح، والذي أعقبه صلوات التجنيز بحضور الأباء الكهنة وشعب الكنيسة. مشاهدين، بعد الفاصل نلتقي وأخبار المهجر، تابعونا. مشاهدينا، أهلا بكم من جديد. افتتح نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا يوم الأحد الأول من شهر ديسمبر الجاري جداريات من الموزاييك للفنان عادل نصيف بكنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا أثناسيوس الرسولي بهولندا. نتابع. قام نيافة الحبر الجليل الأنبا أرساني أسقف هولندا يوم الأحد الموافق الأول من شهر ديسمبر الجاري بافتتاح جداريات مميزة من الموزايك للفنان عادل نصيف بكنيسة السيدة العذراء والأنبا أثناسيوس بمدينة أسن بهولندا، وسط احتفالية كبيرة شارك فيها كاهن الكنيسة أقص ستيفانوس لطف الله وشمامسة وخدام وشعب الكنيسة وبحضور الفنان عادل نصيف. الكنيسة القبطية كنيسة محافظة، بمعنى أنها بتحافظ على الإيمان المستقيم السليم وتسلمه للأجيال القادمة بنفس الحرارة وبنفس الاستقامة والأمانة اللي استلمته بها الكنيسة. كذلك أيضا هي بتعبر عن الحفاظ على الثقافة، لأن الثقافة هي التعبير عن الإيمان، فالإنسان المؤمن بيعبر عن إيمانه السليم بالحفاظ على التراث والتقاليد والفن والموسيقى واللغة، كل دي تعبير عن استقامة الحياة. وأنا الحياة شرفت بأن أنا قمت برسم أيقونات حامل الأيقونات في الكنيسة عام 2005، وحصل بعد كده شعب الكنيسة عمل إعادة بناء للكنيسة، ونشكر ربنا احنا النهارده موجودين في الكنيسه لاستكمال اعمال الاعمال الفنيه في الكنيسه. فخلال هذا العام انتهيت من الرسوم صحن الكنيسه ايقونات كلها من الفن القبطي اللي بيترسم بالطريقه التقليديه بالخامات والاكاسيد الطبيعيه، علشان احنا بنعمل كده عشان احنا بنرسم العمل في الكنيسه بندرسه بنقدم فيه فكر روحي ولاهوتي وطقس وعقيدي بيمثل شخصية الكنيسة. فالأهم من كده أن لازم هذا العمل يكون يعيش، أن احنا مش جيل ينتهي ويأتي من الآخرين بعد سنة أو اتنين فنشيل ونغير، وده بيوفر في عمر الكنيسة وفي مصاريفها، وفي نفس الوقت بيدي قيمة وثراء للكنيسة ولشعبها. بدأ اليوم بالقداس الإلهي والذي ترأسه نيافة الأنبا أرساني، كما قام الفنان عادل نصيف بتقديم شرح أصول الفن القبطي والحفاظ على التراث من خلال محاضرة وندوة بالكنيسة. وفرحتنا كبيرة بوجود سيدنا معنا، جه عشان يحتفل معنا بالتشييد اللي حصل للأيقونات الجديدة. عندنا الأسبوع اللي فات دوت كان مقيم معنا الأستاذ الفنان عادل نصيف، عملنا 4 أيقونات كبار في جوه الكنيسة وثلاث أيقونات على الواجهة، عبارة عن حضن الآب لكن في صورة جديدة غير المعتاد عليها بتاعة البندوكراتور، عاملين المسيح قائم وجنبه يوحنا الرائي، وعملنا كمان أيقونتين على اليمين وشمال المذبح، حاجة من العهد القديم وحاجة من العهد الجديد، أيقونة بتحكي الحدث بتاع التجلي
وأيقونة الثانية بتاعت العهد القديم فيها الحلم اللي شافه يعقوب أبو الآباء. احنا النهاردة سعادة جدا باللي بيحصل في كنيستنا، بنكمل اللي اتعمل في 17 سنة، واتغيرت الكنيسة من كنيسة صغيرة جدا إلى صرح كبير زي ما انتم شايفين. عندنا 35 أيقونة وموزايك كلهم عملهم فنان واحد الأخ عادل نصيف، وإحنا سعداء جدا باللي هو عمله. وما ننساش فضل أبونا يوئيل البراموسي وأبونا استفانوس، بالإضافة للأباء اللي كانوا بيساعدونا من خلال مجيئهم من أماكن بعيدة. وتحمل هذه الجداريات معالم قبطية ومصرية لتمثل الفن والتراث القبطي. من كنيسة السيدة العذراء والأنباء سانسيوس بمدينة أسنبه هولندا، كان معكم نشوى نسيم، سي تي في. نظمت إبراشية أم درمان بالسودان كأس الترنيم والألحان 14، وذلك بالمكتبة القبطية بأم درمان يوم الجمعة 29 من نوفمبر الماضي. يأتي ذلك تحت رعاية نيافة الحبر الجليل الأنبا سربامون أسقف أم درمان وعتبرة وشمال السودان، حيث تنافست 5 فرق وحصل على المركز الأول كورال القديسة رفقة. نتابع. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنمي للرب يا كل الأرض. اهتمت الإبارشية منذ 14 عاما بالتسبيح، فنظمت كأس الترنيم لأبنائها النوبة مع حفظ الألحان القبطية بإشراف الآباء الكهنة. مسابقة كأس نيافة الأنبا سربامون بإبارشية أم درمان، وهذا الكأس بيتيح للكورالات التنافس فيما بينها وإظهار مواهبها وتجميع الشباب حول الألحان والترانيم، ويبرز مواهبهم ويتنافسوا فيما هو يبنيهم وينميهم، فهو بركة كبيرة لأبناء الأبرشية يقدمون فيه مسابقات منظمة، وهذا هو هذه هي المرة 14 في هذه المسابقة. كل يأخذ حينما يأخذ كأس، السنة الجاية برضو يسلم الكأس ويشوف هل الكأس يدوم أو يتغير، فهي فرصة مباركة برعاية نيافة الأنبا سربامون والآباء الكهنة المباركين. ورعاية نيافة الأنبا سربامون الذي بارك الاحتفال وقام بتسليم الكأس. من أمام مقر الاحتفال، إسحاق صادق، سي تي في. مشاهدين، بعد الفاصل نلتقي وأخبار الكنيسة في الصحافة، تابعونا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. نبدأ جولتنا الصحفية من الموقع الإلكتروني لجريدة أخبار اليوم، ونقرأ يوم الثلاثاء الموافق 3 من ديسمبر الجاري تحت عنوان 12 من ديسمبر الأنبا يؤنس يترأس التسبيحة الكياهكية بدير العذراء بأسيوط. يترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا يؤنس أسقف أسيوط وتوابعها التسبيحة الكياهكية في دير القديسة العذراء مريم بدرونكا بأسيوط في 12 من ديسمبر الجاري، ويتخلل صوم الميلاد شهر كياهكا القبطي، وهو مشهور بصلواته وطقوسه وألحانه وتسبيحه.
التي يطلق عليها 7 و4، وذلك إشارة إلى 7 ثؤطقيات وهي مدائح وتطويبات خاصة بالقديسة العذراء مريم، و4 هوسات خاصة بتسبحة نصف الليل، والهوس كلمة قبطية تعني تسبيح. وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم الميلاد المجيد يوم الثلاثاء الموافق 26 من نوفمبر الماضي، والذي ينتهي بعيد الميلاد المجيد. ومن موقع صدى البلد نقرأ يوم السبت الموافق 30 من نوفمبر الماضي تحت عنوان الرئيس المجري يزور الكنيسة المعلقة بمصر القديمة. زار يانوش أدير رئيس جمهورية المجر وقارينته وابنته والوفد المرافق له كنيسة القديسة العذراء مريم الشهيرة بالمعلقة بمصر القديمة. على هامش زيارته الحالية لمصر، كان في استقبال الرئيس المجري والوفد المرافق له لدى وصوله صاحب أنياف الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والحبر الجليل الأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية. وخلال الزيارة تجول الرئيس المجري في الكنيسة المعلقة واستمع إلى شرح للقصة التاريخية الخاصة بها، كما سجل كلمة تذكارية في دفتر زيارات الكنيسة، وتبادل مع صاحبي أنياف الهدايا التذكارية. ومن موقع اليوم السابع نقرأ يوم الثلاثاء الموافق 3 من ديسمبر الجاري تحت عنوان مجلس كنائس مصر يجتمع بالأسقفية ويعتمد خطة العام المقبل. استقبل المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي أعضاء لجنة الأمانة العامة والمجلس التنفيذي لمجلس كنائس مصر خلال اجتماعهم لأجل وضع الخطة الأولية للعام الجديد 2020. حضر الاجتماع كل من الأب بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر، والأب بيشوي رسمي من الكنيسة الكاثوليكية رئيس اللجنة التنفيذية للمجلس، كما حضر أيضا يافا الأنبا ميخائيل الأسقف العام لحدائق القبة والويلي ومنشية الصدر، والقس بشوي حلمي من الكنيسة الأرثوذكسية، والأب نيكولا فانوس من كنيسة الروم الأرثوذكس، وأيضا القس يشوع بخيت والقس حمدي صدقي من الكنيسة الأسقفية. وناقشت اللجنة في الاجتماع عددا من المستجدات المتعلقة بنشاط المجلس خلال السنة الماضية عن طريق طرح أنشطة اللجان المختلفة كلجنة المرأة، حيث تم استعراض أنشطة اللجنة في الفترة السابقة وطرح توصيات دور الأسرة في معالجة ومواجهة التفكك الأسري. مشاهدينا، إلى هنا انتهت حلقتنا، بقي فقط أن نذكركم بأهم العناوين. تدشين كنيسة القديسين الأنبا موسى والأنبا إيثيزوروس بأخميم. النهضة السنوية للشهيد العظيم أبي سيفين بنقادة. والأنبا أرساني يفتتح جداريات للموزاييك بكنيسة العذراء مريم بهولندا. ختاما مشاهدينا، نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.